الفيديو بتاع اليوم مش نحكيه على اهم 10 نصائح للمبتدئين في الصيد البحري. 10 نصائح اللي باش نقول عليهم هذوكم بالنسبه ليا كل واحد دو كيفاش. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش تعملوا لنا لايك وابوني لشي. نبداو بنصيحه الاولى واللي هي نظف الماتيريال نتاعك. علاش لازم تنظف الماتيريال نتاعك؟ باش يعيش اكثر، باش تحافظ عليه. المهم على الاخر الماتيريال، انا عندي كان عندها عامي خبشه لي بعد كل تروح مصيد نغسلها، نمسح حتى باللانجيت، مش لازم نغسلها. حتى كي نبدا نصطاد نحاول باش ما نطيحهاش. البيكي بتاعي نحط لها اللي تلصق هذيك راكم يبيعوا فيها. اهم حاجه عندي تحافظ على الماتيريال نتاعك. المولينا كيف كيف، الخيط مهم اللي في المولينا لازم تحافظ عليه. بعد كل تروح مصيد تحط البوبينه نتاعك في الماء. هذيك كان حاب نهبطوا فيديو على المولينا وعلى الكان، فما حتى مشكل. نصيحه رقم 2، تعلم ارمي. راهو مهم برشا تعلم ارمي وجود الخيط نتاعك، خيط المولينا نتاعك. كان تصطاد في بحر رملي، ما فماش حجر، ما فماش وحال في البحر. هذيك اهم حاجه. علاش تعلم ارمي؟ راهو اللونسي مهمه برشا، تعاونك برشا. ساعات الحوت بعيد لازم تحاول تخلط له باللونسي. امشي بلاتو قمر، تقرب بلاصه ليك محلوله ارمي. جرب برشا حاجات عندك على اليوتيوب، تدخل تشوف تتعلم. عندك برشا فيديوهات، تدخل تفرج تعلم طبق ركز. اهم حاجه وعلاش لازم تجود الخيط نتاعك؟ باش تنجم تبعد، تنجم تلنسي اكثر، خاطر الخيط شويه يعاون. بالطبيعه نحطوا له ارشيب باش ما يتقطع. نصيحه رقم 3، اصطاد برشا. لو كي تصطاد برشا تتعلم برشا حاجات. اش معناها؟ كي تمشي تصطاد خاصه ما تمشيش كان على الحوت المعين، ورقه هذيك اللي عندنا ورقه منكوس ماش قاروسه اللي هو. تمشي تصطاد جرب برشا حاجات، معناها تستي. كي تمشي تصطاد ما تصطادش اكاك، معناها كيما جيجي عاود قول انا باش نستعمل هكا، باش نعمل هكا، ما مشيش هكا نجرب هكا، فهمت؟ هذيك النصيحة رقم 4، كي تمشي تصطاد ما تستعملش مونتاج واحد برك، مهمة هذي. بعد ما تقولش ما فماش حوت ولا ما مسش ولا، راهو مهمة تنويع المونتاجات يعاونك باش تعرش عليه على شنو يمس. طويل قصير باللي بيرل باللي ما غير بيرلوات، حتى مش بيرل فلوتون، راه حتى بيرل اليزي هذيك مع كلي فيها اللقة، هذوكم باهي. معناها نوع المونتاج نتاعكم مهمة برشا. نصيحة رقم 5، كي تمشي تصطاد ما تهزش نوع نوع واحد نتاع الطعم. علاش؟ ساعات الحوت ما تعرفش عليه على شنو يمس. ساعات تهز كروس بحيرة يمسك على الشيطانة، تهز شيطان يمس على كروس بحيرة، يمس على الفير بلون وانت تهز شيطانة وكروس بحيرة. لازمك تنوع. مثلا انا نهز شيطانة بحيرة محرز زادة، ونزل زيت كالوني كم حتى مكانش. قديش من مرة الشيطانة تقعد والبحيرة تقعد مسكن على المحرز، قديش من مرة المحرز تقعد مسكن على البحيرة والشيطان تعرش عليها. تز أنواع متاع طعم، تز برشا أنواع متاع طعم باش متوحل شوية شوية شوية. مش لازم تكثر، حتى كي تبدأ جديد في مصر ما تكثرش، شوية شوية وتمشي تجرب. نصيحة رقم 6، استعمل ليبير فلوتونت نون فلوتونت مهمين برشا. لي بيرل فلوتونت مهمين برشا، حتى لي بيرل اريزي نستعملوهم للورقة والمنقوس والسار تستعملهم برشا للحوت نتاع الحوت القاع. الفلوتونت ما تعرفش عليه، قريت الورقة والمنقوس الحوت اللي نعرفوه يمس في اللوطة، يعوم اللوطة، ما تعرفش عليه يطلع، خاصة المنقوس راه يمس لك على البيرل المعروف الروز الصغير هذيك يمس عليها. مهمين حتى الورقة متلمس على البير الفلوتونت ما تعرفش عليه، على البوبوب ما تعرفش عليه. معناها استعملوهم لي بير الفلوتونت و بير نو فلوتونت، راهم مهمين برشا يعاونوك في طرح ما تستغناوش عليهم. وجرب الألوان ما تاخد متكثرش، أبيض وأصفر وأحمر هذوكم الألوان المهمين. وبعد تحب تزيد روز في أوقات في أوقات معينة مع المنكوس يمشي، زيد روز جرب. الأكثرية الأبيض والأصفر والأحمر هذوكم اللي يمشيو معانا. نصيحة رقم 7، ما ترميش وين يجي، أعرف وين ترمي. البحر مقسم الواد وسطحة وكيك، معناها أعرف وين ترمي، ما ترميش وين يجي. وكان أرمي بعيد وكاو، أنت تنجم ترمي بعيد، رمي في وسط السطحة اللي أنت ما وتعو الحوت مش قاعد يمس وتعم نفسه. ومن بعد تقول كيف بني مش قاعد نشد في الحوت، راه مهم برشا. حاول ترمي في وسط الواد، حرف نتاع الواد من الغادي، حرف الواد نتاع من النصف. ارمي حتى في السطحة ما تعرفش على الحوت، معناها جرب، ما تقعدش في بلاصة واحدة وتقول ما فماش حوت، جرب برشا بلايص. نصيحة رقم 8، ارمي قريب.
مهمة برشا أرمي قيم تعرش عليه تنجم تحط حتى تحت سقيك عادي. راه قداش مرة تصير لنا ورقة وبوري قاروس متعرش عليها راه تقعد بيت كيفاش الحوت يمس غادي بالرسم جرب ما تعرش أرمي قصبة قريب والأخرى بعيد ده بالرسم جرب. رقم 9 كي تبدأ تصطاد ما تضويش البحر متاعك بالدورش وما تمشيش تصطاد وحدك، خاصة انت مبتدئ ما تمشيش مصطاد وحدك في الليل، ما تضويش البحر متاعك بالدورش كما قلنا تعرش عليه الحوت قريب تضوي عليه يهرب معناها، وما تخوشك الدورش القوية برشا اللي على 200 متر توصل بصراحة هذيك الرافية مصيادة يشريو فيها يشريو منها ونقام على البحر قوية قوية معلم. نصاك بخذ واحدة عادية ديتي انتي شو تعمل لشنوة التورش عن استعملوها لشنوة التورش باش تعمر الطعمة بتاعك وكي تقرب الحوتة ولا البدليني بتاعك ضوي في الرمل على الحرف وقتها تشعل التورش بتاعك وكاو اذاك فيش نستحقها التورش ولا باش تمد بوزامي اي حاجة. ذيك النصيحة العاشرة والاخيرة اجبد في عقلك، كي تبدأ تجبد في الصنارة بتاعك من البحر اجبد في عقلك ما فما حتى شيء يزرب فيك، اجبد في عقلك راه مهم برشا كي تجبد بحوت ولا ما غير حوت، ما غير حوت البدليني بتاعك ما يتخبلش راه قديش علاش ساعات العبيد تجبد بدليني تقام ما غير حوت نحكي تقام خبلي زومبيل تخبل وقع هذيك خاطر تجبد في المزروع، اجبد في عقلك يوصل البدليني بتاعك نظيف بحوت ولا ما غير. وعليه خاطر ساعات الحوت الطاف كما ما عرفش كما نقولوا احنا المسله المسله نتجم تمسك فونتي وانتي تريكوبيري عندك المسلة عندك البيشي شورو صارت لنا برشا مرات معناها تخت نجم معناها بيشي شورو عندك بيشي شورو صارت لنا مع البيشي شورو والمسلة هذوما الزوز يخلطوا على الطعم معناها اجبد في عقلك مهمة برشا. هكا بكون وصلنا لاخر فيديو متنساوش تعملونا كالعادة لايك وابوني للشان وكان فما اي حاجة مفهمتوهاش ولا تحبوا تعرفوا حاجة أخرى تنساوش تعملونا كومنتير تكتبوا اللي تحبوا ماذا بينا باش نرجع إن شاء الله نهبطوا كالعادة إن شاء الله فيديوهات كنا في كومنتيرات شنين تحبوا تعرفوا شنين عشان تحبوا نحكي ومرة جاية يعاورني باش نجم نهبط أكثر فيديوهات زادة وإن شاء الله يعجبكم الفيديو يعطي صحة يقعد لآخر الفيديو ونتقابلوا في فيديو جديد. طيب تشاو.